على فكره، وخليني انا بس اقول لحضراتكم قبل ما اسال احمد في هذا الامر، المنتخب ده شرف لاي حد. ان انا ازعل، او ان انا اسف ما ازعلش ان انا ما روحتش المنتخب، يعني دي عمر ما في لاعب في العالم كله ما بيزعلش عشان ما راحش منتخب بلده، ولكن تقديره للمنتخب واحترامه لبلده واحترامه لاسم منتخب بلده ده اهم شيء في الدنيا. اكيد طبعا يا كابتن، انت حضرتك عارف الموضوع ده، انت كلاعب كوره طبعا بتبقى لازم طبيعي تزعل انك ما انضمتش، بس طبعا بتمنى الخير طبعا لبلد، ده شيء طبيعي يعني. يعني ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، ده اللي هيحصل طبعا. زعلت طبعا لما ما رحتش طبعا كده، انا كحق كلاعب كوره ان انا ازعل طبعا، ده طبيعي جدا، لكن حق يعني، لكن مش ان انا اتمنى الشر او حاجه، لا لا طبعا خالص والله. تابعت يعني الماتش ازاي؟ ماتش اتفرجت مع ناس صحابي كده في بيت واحد من صحابي يعني. كنا شفت المباراه دي ازاي؟ لان كانت مباراه صعبه جدا جدا جدا. كانت يعني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه، بس ان شاء الله نقدر ان احنا بقى المباراه الثانيه دي نقدر ان احنا نركز اكتر والروح تبقى اكتر من كده ان شاء الله، وان شاء الله نصعد باذن الله، نتفائل خير ان شاء الله يعني. ان شاء الله نصعد نفسك باذن طبعا الله. ان احنا نصعد عشان طبعًا تزود مجهودك بحيث طبعًا ان تلفت طبعًا نظر المدير الفني تبقى موجود. طبعا يا كابتن ده طبيعي، ده طبيعي طبعا طبعا، بتاع اي لاعب كره قدم في العالم كله طبعا، مش مصر بس. امنيه لكل لاعب طبعا انه يبقى متواجد في كاس العالم طبعا، ده اكيد. يا رب يا رب يا رب نشوف ان شاء الله مصر ان في شاء كاس الله يا العالم. كابتن.